بنجدد الصباح لكل مشاهدينا ومستمرين معكم في هذا في هذه التغطية الخاصة بعيد الجلاء. وطبعا عيد الجلاء هو منعطف مهم وحقيقي في تاريخ سوريا، وأيضا نتحدث في هذه الفقرة الحوارية عن عيد الجلاء في الذاكرة السورية. ومعنا بالاستديو الأستاذ المهندس ألبير بولس، عضو في جمعية العاديات، ليشاركنا بفرحة الجلاء. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بألف خير. في بداية حديثنا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال اللي حموا الوطن، واللي بسبب تضحياتهم نحن عم نعيش الأمان والسلامة في الوطن. الشغلة الثانية اللي بنتمناها لجيشنا، دائما بندعي له لجيشنا بالنصر. جيشنا كبير وجيشنا مقدام وجيشنا فعلا بطل، لولا تضحياته ما وصلنا لهالزمان اللي نحن وصلنا له. جيشنا كبير، جيشنا صنع النصر، والله يحمي ويحمي قائدنا الدكتور بشار الأسد إن شاء الله. يعني إذن لنستذكر كيف كان السوريون يستقبلون هذا اليوم وإحياء هذه الذكرى والاحتفالات بذكرى الاستقلال. نعم، عيد الجلاء أيام زمان لما كنا نعيشها وكنا طلاب، إن كان بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية أو بالجامعة، فكنا نعيشها بمحبة وبفرح، وكان الاحتفال كبير. ما كنا نحس إنه هذا الاحتفال بعيد عننا، وما زلنا ما منحسه بعيد عننا، لكن يبدو كان الإيد طايلة أكثر من هالأيام بالاحتفالات. وسيد الوطن عم بيأدي وبيعطي كثير، فمنقول كل عام وانتم بخير، ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية. إذا بدنا نستذكر بعض مشاهد وصور الاحتفال، يعني كيف كان قديما يحتفلون بهذا اليوم؟ لما كنا بثانوي جورج جمال كان نعمل حفلات، إن كان دبكة، إن كان مطربين يغنوا ويفرحوا، وكان مواطننا ما بس يتفرج علينا، كان يدخل ويشارك معنا في الاحتفال. كان الفرحة موجودة بقلوب المواطنين مثل ما هي موجود إن كنا طلاب بالثانوي أو كنا بالجامعات، فكانت الفرحة كبيرة كثير كثير. فكان المواطن ما يقلو جهد إنه يشارك معنا أبدا، كان يشارك وبمحبة وبفرح وما زال. لكن يبدو انه المهرجانات يعني موجوده، لكن يا اتصلت على المدارس الى حد ما، على المدارس وعلى الجهات العامه، فمنقول موجوده الاحتفالات وكلياتنا فرحين فيها وما بنقدر نقصر فيها، لانه هي الفرحه فرحتنا. يعني لما بيتحرر الوطن، صحيح، الوطن بيكبر ومنكبر نحن بانه الوطن كبير، فما في يوم من الايام شعرنا انه هذا الوطن حدا خسر بالاحتفال بمناسباته اعياده وفرحته. فكنا كلياتنا نساهم ونفرح. نيسان هو يعني شهر الأعياد، أعياد نيسان وشهر الفرح والتجدد وشهر الربيع. يعني هلا نيسان رائع جدا، نيسان شهر العطاء. حتى بالطبيعة في نيسان المي بتجري بالعود، فمنقول نحن إنه هذا الشهر هو شهر النمو، شهر العطاء. فما في نقول إنه شهر نيسان غير شهر كبير، فكعطاءاته كبيرة وصنعت الفرحة بقلوبنا. فلما بنفرح بعيد الوطن بنفرح بأعيادنا نحن، وبنأمل كل يوم تكبر أكثر من يوم. نعم، حتى كان يعني المواطنين أو خلينا نقول الشعب السوري يعني كان في احتفالات خاصة بهيدا اليوم، يعني من خلال ونشوفنا احنا بعض المناطق كانت وببعض القرى يعني يحتفلوا بهيدا اليوم العظيم مع تجدد الربيع كما ذكرت، الخروج إلى الطبيعة، عقد الدبكات، الحفلات، يعني كان في دائما ظاهرة شعبية اجتماعية بهيدا اليوم. عيد الجلاء عيد كبير، وبنيسان
مثل ما بقول المثل الشعبي بيحيا الإنسان. صحيح. فبنيسان ما بس الإنسان بيحوى، حتى كنا في بيوتنا نفرح ونصنع الفرحة إلنا ولأولادنا، فكان الفرحة كبيرة وعيد الجلاء كبير، لأنه لما بيخرج المستعمر من بلدنا بنحس إنه تحررنا كلياتنا، ما بس واحد تحرر، الوطن كله تحرر وكل واحد موجود بالوطن هو تحرر. نعم. نقل هذه الأفكار يعني للجيل الجيل الشباب، خلينا نقول الأجيال القادمة، أيضا كثير مهم، وخاصة جمعية العاديات نعرف قد هي مهتمة بالأعياد ومهتمة بكل ما يخص المجتمع السوري وأيضا التراث. نحكي عن دوركم أيضا أنتم كأعضاء بهيدي الجمعية بهيك مناسبات وطنية. هي الجمعية جمعية كبيرة وتعتبر رائدة على مستوى الوطن، فاللي منقول أنه ما بتقلوا جهد، وكان في اليوم مهرجان لكن أجل إلى فترة قادمة حتى تخف شوي ضغوط الاحتفالات الموجودة في كل الوطن، فما في تقصير. جمعية العاديات جمعية مميزة. صحيح. وعم تعطي عطاءات كبيرة، وبنقول شكرا لكل مجلس الإدارة ولكل المشتركين بجمعية العاديات على عطاءاتهم الكبيرة، بدءا من رئيس الجمعية وانتهاءا بأصغر واحد، لأنه كلهم عم يعطوا وكلهم بيحبوا الوطن، وما فينا نقول حدا منهم قصر، لأنه فعلا هاي المحبة كبيرة كثير كثير، والله يعطيهم العافية. يعطيكم العافية على مدى سنوات من العمل والتعب، وأيضا كما ذكرنا إحياء هذه المناسبات الوطنية كمان بالذاكرة أيضا موجودة هيدي الاحتفالات، وكيف يجتمع مجلس الإدارة لحتى للتنسيق للاحتفالات بكل عام، فخبرنا كيف طبيعة الاحتفال بتكون، شو ممكن نشاطات تقوموا فيها بهيك أيام. أول شيء منقول أنه بمجلس الإدارة أسبوع بصير اجتماع، أسبوع ما بصير اجتماع، والاجتماع لكافة أعضاء مجلس الإدارة، فبهالاجتماع نضع خطة ل المرحلة المتقدمة أو القادمة، وبنفس الوقت منقيم العمل الخطة اللي مرت معنا بالفترات السابقة. فبرجع بقول هذه الجمعية مميزة والله يعطيهم العافية، ما قصروا في يوم من الأيام، المهرجانات اللي كانت تصير وما زالت، فضمن العاديات كانوا يجتمعوا كل يوم سبت في محاضرة، وكان نائب رئيس الجمعية يقدم كلمات كتير حلوة عن الوطن، عن الاستقلال، وعن كل ما يخص هؤلاء الرائعين جدا. فبنرجع منقول شكرا لجمعية العاديات لانه ما قصرت في عطائها. صحيح. يعطيكم تضحيات اكيد وفعاليات مستمره وعطاء مستمر. اذا بدنا نقول يعني من حضرتك استاذ البير في هذا اليوم يعني العظيم يوم الاستقلال واحياء هذه الذكرى، ماذا تقول يعني ككلمه ونشر ثقافه التضحيه والعطاء يعني من خلال اكيد دوركم سواء كان بالجمعية أو غيرها بالحياة، بنقل معاني التضحية والمفهوم أيضا النصر إلى الأجيال طبعا القادمة. الحقيقة ما في تقصير من ناحية الجمعية في العطاء لكل المواطنين. نعم. والفرحة كبيرة بتكون معهم، وبنفس الوقت كل مواطن. نعم. كل مواطن. نعم. عم يقدم استطاعته ليفرح مع فرح الآخر. منقول كل عام وانتم بخير. نعم. وربنا يحمي هالوطن ويحمي قائد الوطن، ومنقول ان شاء الله مجتمعاتنا تطلع من هالضغوط اللي عم نعيشها ونخرج منها. نعم. وربنا يوفق كل شريف ونظيف بهالوطن
وعلى رأسهم السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. نعم، نحن كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم لهذه الإضافة الجميلة اللي قدمت لنا إياها، واستحضرنا معك قليلا من الذاكرة بهذه المناسبات الوطنية وهيدا اليوم عيد الجلاء أيضا. شكرا كثير لك وكل عام وأنتم بألف خير المهندس الأستاذ ألبير بولس، وحضرتك عضو في جمعية العاديات، يسعد صباحك. شكرا لكم ويعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير، والرحمة لجنودنا اللي استشهدوا، والنصر إن شاء الله لكل جيشنا البطل المعطاء، وبرجع بقول على رأسه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، ويعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا كثير لك أستاذ ألبير، وشكرا لحضورك، كل عام وأنت بألف خير.